السلام عليكم طلبة المرحلة الأولى. موضوعنا هو الـ pH. فقبل لا نتطرق لموضوع الـ pH راح ناخذ تعرف على الحوامض. الحوامض يقول هي المحاليل اللي تحتوي على أيونات الهيدروجين H بلس، وكل ما تزداد تركيز أيونات الهيدروجين في المحلول راح يكون المحلول أكثر حامضية. مثال على هذه الحوامض HCl حامض الهيدروكلوريك والهيدروكلوريك أسيد، من يتأين ينطينا هذه أيونات الهيدروجين الموجبة، فزيادة تركيزها تعني قوة الحامض. ايضا عندنا مثال اخر هو حامض النتريك HNO3 نيتريك اسيد، ايضا من يتأين يعطينا ايونات الهيدروجين وطبعا ايونات النترات. فكل ما يزداد تركيز ايونات الهيدروجين الموجبه راح يكون الحامض اقوى وتركيزه اعلى. صفات الحوامض يكون طعمها اكيد حامضي، ماده اكله كروسيف، وتغير ورق اللتموس اللي نكشف بيه عن الحامض والقاعدة، ورق يكون خاص اللي لونه أزرق يتغير إلى أحمر من بلو إلى ريد. وهذه أمثلة على الحوامض يعني بالغذاء، الليمون، وجود الأسكوربيك أسيد أو فيتامين سي اللي هو في البرتقال وعصير الطماطم والصودا والإيثانويك أسيد. نعم، هذه أمثلة على الحوامض. أيضا عندنا الخل، الخل اللي بالبيت نستعمله بالزلاطة مثلا أو طرشي. نعم، والسترس فروت اللي هي الليمون، أي نعم، والبرتقال اللي هي سيتريك أسيد وأسكوربيك أسيد أو فيتامين سي، شو فيتامين سي اللي نحتاجه في أجسامنا، تحتاجه طبعا لهذا احنا نتناول الفواكه والبرتقال. وأيضا عندنا بطاريات السيارة، هذه أمثلة على الحوامض اللي يعني الطالب يتعامل وياها في حياته اليومية. نجي هسه على القواعد. القواعد هي المواد اللي تحتوي او لما تتأين في محاليل المائية تعطينا ايون الهيدروكسيل السالب. امثلة عليها هيدروكسيد الصوديوم، هيدروكسيد الكالسيوم. طعمها مر بتر ومادة ايضا اكلة، وتغير ورق اللتموس من الاحمر الى الازرق red to blue. نجي على الـ pH scale. scale يعني مثل ما نقول تدرج. فشوفوا المواد الـ pH مالتها مختلفة. يعني هسه شوف الخل فينيجر قريب 3، الليمون عصير الليمون حامض الهيدروكلوريك أسيد، طماطة، البنانة، الموز، الماء، الحليب، الدم، البيكنج باودر صودا يعني، الصابون، محلول الأمونيا. ويعني نشوف كل وحدة، كل محلول إلى بي اتش معينة. فالبي اتش يقول يقيس كيف يعني الحامض مثل ما نقول، ويتراوح قيم السكيل هذا التدريج مالت البي اتش من 0 الى 14. فيكون المحلول حامضي اذا كان بلو 7 يعني اقل من 7، هذه 6 5 هذا يكون حامضي. اما اذا كانت البي اتش 7 فيكون المحلول متعادل نيوترال. اما اذا كان البي اتش مالت طبعا عفوا هاي بالنسبه للماء النقي بي اتش مالته 7 ايضا، والمحلول القاعدي تكون البي اتش مالته اباف
أكبر من 7. هذا أكبر من 7. إذا هسه صار عندنا واضح أنه المحلول اللي يكون pH مالته أقل من 7 هو حامضي، والمحلول يكون pH مالته أكبر من 7 يكون قاعدي. أما إذا كان محلول قيمة الـ pH مالته 7 فيكون نيوترال، يعني متعادل. يقول إذا تغير عندنا الـ pH بمقدار وحدة واحدة فهذا يمثل 10 فولد، يعني في 10 راح يتغير الحامضية مالت المحلول. يعني إذا تغيرت قيمة الـ pH مثلا كانت 2 صارت 3، يعني هاي القيمة هاي المقصود بها وحدة واحدة، إذا زاد فيتغير التركيز مال الهيدروجين 10 أضعاف. هذه نفس السكيل بالسلايد القبله. الطماطه البي اتش مالتها 4 حامضيه اقل من 7، ليمون بي اتش مالته 2. فهنا يقول انه البي اتش هذه للطماطه 4 في حين للليمون 2، يعني الفرق وحدتين مو تمام، قل البي اتش. فبالحالة يقول الليمون الليمون هو 100 مرة أكثر حامضية من الطماطة. واضح هاي الفكرة، يعني من قلنا يقل بوحدة واحدة فيعني في 10 ينضرب، هسه صارت 2 صارت 100 الفرق، يعني الفرق الحامضية مالت الليمون، هذا معنى الوحدة أو وحدتين وهكذا. عندنا لما يتفاعل الحامض مع القاعدة، الحامض مع القاعدة ينطينا ملح، وهذا يسمونه تفاعلات التعادل neutralization، يعني يصير تفاعل ما بين الأسيد والبيس. عادة يعني يكون الـ pH مالته غالبا ما يكون الـ pH مالته 7 متعادل. هذا مثال HCl من أشهر الحوامض، وهيدروكسيد الصوديوم لما يتفاعل وياها HCl أيضا من أشهر القواعد، كون عندنا ملح وماء. يقول الناتج لهذا التفاعل هو ملح وماء salt اللي هو صوديوم كلورايد أو كلوريد الصوديوم وماء. عندنا الحوامض مثلا HCl hydrochloric acid H2SO4 هذا سلفوريك أسيد حامض الكبريتيك، HNO3 نيتريك أسيد حامض النتريك، H3PO4 فوسفوريك أسيد حامض الفوسفوريك. بقى هسه صارت عندنا فكرة عن الحوامض والقواعد والبي اتش كذا، هسه نجي نتعرف على كيفية حساب البي اتش. خلينا نعرف شنو المقصود بالبي اتش. هذا حرف البي، هذا حرف صغير small letter، والاتش capital letter. فالبي تعني minus log المن، هذه الاتش هذا التركيز المولاري لأيونات الهيدروجين الموجبة. فالبي معناتها ماينس لوغ او اللوغاريتم السالب دائما، هاي معناها البي تعني ماينس لوغ او اللوغاريتم السالب المن للتركيز المولاري لايونات الهيدروجين. هذا واضح. البي او اتش ايضا انتبه، البي سمول سمول لتر حرف صغير، البي او اتش يساوي ايضا ماينس لوغ يعني اللوغاريتم السالب للتركيز المولاري المن لايونات الهيدروكسيل السالبه او اتش ماينس، وهذه البراكيتات 2 يعني هذه القوسين تستخدم وترسم وتكتب بهذا الشكل ما تغيرها، هذا قانون. شوف هنا يقول the brackets means concentration molarity، البراكيتات هذه 2 تعني التركيز المولاري، يعني ما يصير تكتب البراكيت بهالشكل، لا كتبه بهالشكل هذا. واضح؟
مثال يقول اف اذا كان يعني التركيز المولاري لايونات الهيدروجين يساوي 1 في 10 اس ناقص 10 مولاري. What is the pH؟ ما هي قيمة الـ pH؟ نعطيك التركيز المولاري لايونات الهيدروجين. احنا قلنا الـ pH كقانون تكتبه اول مرة، الـ pH يساوي ماينس لوج، قد تركيز لايونات الهيدروجين؟ 1 في 10 اس ناقص 10. ماشي. فمن معرفتنا هذا اللوغاريتمات، يعني هي رياضيات لمبادئ اللوغاريتمات، انه اللوغاريتم السالب هذا 10 اس، الاس راح يجي هنا، فناقص 10 في ناقص راح يصير ايش قد؟ زائد 10. لوغاريتم ال 10 1، فتصير قيمه البي اتش ايش قد؟ 10. طيب ناخذ مثال اخر، اذا كانت قيمه الاو اتش تركيز المولاري لايونات الهيدروكسيل السالبه يساوي 1.8 في 10 اس ناقص 5 مولاري. What is the pOH؟ الـ pOH تساوي minus log، يعني اللوغاريتم السالب، تركيز ايونات الهيدروكسيل 1.8 في 10 اس ناقص 5. ماشي. هذه عندنا عددين. بالضرب هذه تصير عملية جمع على اللوغاريتمات. الماينس يبقى برا، لوج 1.8 زائد لوج 10 اس ناقص 5. لوج 1.8 من الحاسبة تقدر تطلع بسهولة، تكتب لوغاريتم وتحط العدد ويساوي قيمته 0.255. لوغاريتم 10 اس ناقص 5 راح يصير ناقص 5، وتمام؟ هاي ناقص 5 مثل ما قلنا سابقا، الاس هذا ناقص 5. من تدخل هاي الإشارة راح يصير هذا ناقص، ومن تدخل على الناقص في ناقص راح يصير زائد، فخمسة تطرح من هذا العدد يطلع لك 4.74. هذه قيمة الـ pOH. الـ pOH. زين. هسه يعني صارت عندنا فكرة شنو المقصود بالـ pH. pH هو اللوغاريتم السالب للتركيز المولاري لأيونات الهيدروجين. الـ pOH هو ايضا اللوغاريتم السالب لكن علما للتركيز المولاري لايونات الهيدروكسيل السالبه. يقول احسب بي اتش لما يلي: محلول تركيزه 1.25% في 10 اس ناقص 3 مولاري. قيمه لوغاريتم 1.25% تساوي 97 بالالف. هذه للحاسبه طلعت انا. فالبي اتش تساوي لنا ماينس لوج 1.25 في 10 اس ناقص 23. من تدخل عليه اللوغاريتم راح يصير زائد لوغاريتم ماينس لوغاريتم هذا هو هاي قيمته، راح يصير سالب. لوغاريتم 10 اس ناقص 3 شي يساوي ناقص 3، وهاي اشاره سالب راح يصير زائد. فالنتيجه شنو؟ البي اتش 2.9 محلول حامضي طبعا. المثال الثاني محلول HCl تركيز حامض الهيدروكلوريك 0.15%. هذا معناه ايضا انه تركيز ايونات الهيدروجين يساوي نفس القيمه. السبب انه هذا حامض قوي يتأين تأين تام في محاليل المائيه. فال pH يساوي ماينس لوج 15% وتساوي 0.824 بالالف. نجي هسه للمثال الثالث، عندنا محلول لحامض النتريك تركيزه 2 في 10 اس ناقص 7 مولاري. نريد نحسب البي اتش مالته. بي اتش تساوي ماينس لوج 2 زائدا، هاي الضرب يصير زائد لوج 10 اس ناقص 7 ماينس لوج 2، يصير هاي العشرة الاشاره السالبه بقت خارج القوس، قوس نعم. لوغاريتم 2 0.3، لوغاريتم 10 اس ناقص 7 ناقص 7، تطلع عليه الاشاره راح يصير هاي موجب السبعة، تطرح منها 3 بالعشرة يصير 6.7، هذه قيمة. هنا نريد نحسب قيمة الـ pOH. فإذا كان تركيز ايونات الهيدروكسيل 2.15% في 10 اس ناقص 3، فالـ pOH شو تساوي؟ ماينس لوج لوغاريتم هذا العدد، فلوغاريتم 2.15 زائد لوج 10 اس ناقص 3، فلوغاريتم 2.15 يساوي
تدخل على الإشارة السالبة راح يصير ناقص 3 أو بوينت 3 لوغاريتم 10 ناقص 3 ايش قد؟ ناقص 3 وياها تجي الإشارة السالبة يصير زائد 3 تطرحن يطلع 2.67. السؤال الآخر هو محلول لهيدروكسيد الصوديوم. هيدروكسيد الصوديوم قاعدة قوية، فلما تتأين في محلولها المائي تتأين بشكل تام، يعني تتفكك بشكل تام، فهذا التركيز أيضا يمثل تركيز أيونات الهيدروكسيد بالمحلول. فالبي او اس لما نريد نحسب نقول ماينس لوج هذا التركيز، زين ماينس لوج لوغاريتم 0.35 قيمته سالبة، سالب مع سالب راح يصير 0.456، هذه قيمة البي او اتش. مثال ثالث، محلول تركيزه 3 في 10 ناقص 7 من كي او اتش هيدروكسيد البوتاسيوم او بوتاسيوم هيدروكسيد، هذا ايضا قاعدة قوية، فتركيز ايونات الهيدروكسيل هو نفس هذا التركيز. فالبي او اتش ماينس لوج 3 زائدا لوغارتم 10 ناقص 7، لوغارتم 3 مع توجد لوغارتم 3 هو 48 0.48، لوغارتم 10 ناقص 7 ناقص 7 فتطلع عليه الاشاره راح يصير هاي ناقص وهذا راح يصير موجب، 7 ناقص تطلع من هذا يطلع 6.52، هذه قيمه البي او اتش. عندنا يقول هنا معلومه انه البي اتش هو عكس البي او اتش، البي اتش هو عكس البي او اتش، زين. فيقول اذا كانت قيمه السكيل هذا من 14، اذا كانت البي اتش قيمته 1 فاذا البي او اتش يساوي لنا 13. عندنا قانون بي اتش زائد البي او اتش يساوي 14، بي اتش زائد البي او اتش يساوي 14، هذا قانون. هسه راح ناخذ امثله على كيفيه استخدامه. يقول إذا كانت الـ pH هي 3.12، هاي الـ pH، فأحسب تركيز أيونات الهيدروجين. لأن هذا السؤال نعطيك قيمة الـ pH، يريد تحسب تركيز أيونات الهيدروجين. يقول لأنه الـ pH يساوي ماينس لوج هذه البراكيتات الاثنين يعني الاقواس تركيز المولاري لايونات الهيدروجين، اذا تركيز ايونات الهيدروجين شي يساوي انتي لوج اس ماينس بي اتش، هذا اس تمام. اذا تركيز ايونات الهيدروجين يساوي 10 اس ناقص البي اتش، 10 اس ناقص البي اتش، يعني على هذا الاساس اذا نعطيني قيمه البي اتش هذه، فتركيز هذا الايونات الهيدروجين يساوي 10 اس ناقص 3.12، هذه بالحاسبه تقدر تحسبها لما تشوف عندك بيها اكس وفوقها مربع هاي الحاسبه تحط 10 اس ناقص هاي القيمه راح تطلع لك هذه قيمته 7.59 في 10 اس ناقص 4 مولاري بالحاسبة بمنتهى البساطة. فإذا لما تكون عندك قيمة الـ pH معلومة أنت تقدر تطلع التركيز المولاري لأيونات الهيدروجين، هذا قبل يسمونه الأعداد المقابلة، يعني قيمة اللوغاريتم معلومة تريد العدد، هيجي معناته. هنا إذا أريد نحسب، إذا كانت عندنا قيمة الـ pOH معلومة ونريد نوجد التركيز المولاري لأيونات الهيدروكسيل، بس عندنا هذا السؤال إذا كانت قيمة الـ pH للصابون هي 8.9 أكبر من 7 يعني المحلول قاعدي، What is the التركيز المولاري لأيونات الهيدروكسيل السالبة؟ فالتركيز المولاري لأيونات الهيدروكسيل السالب يساوي 10 أس بس شنو؟ ناقص الـ pOH، الـ pOH. فتركيز المولاري لأيونات الهيدروكسيل السالبة يساوي 10
ناقص قيمة الـ pH هي 8.9 ناقص 8.9، ومثل ما قلت لكم سابقا بالحاسبة توجد القيمة هي 1.26 في 10 أس ناقص 9، منتهى البساطة. هسه بقى عندنا نتعرف على قيمة الـ kW اللي هي شنو؟ kW اللي هي قيمتها 1 في 10 أس ناقص 14. واحد يسأل ما افتهمنا شنو هي الـ kW؟ هاي هي الـ kW. kW تساوي حاصل ضرب التركيز المولاري لأيونات الهيدروجين الموجبة في تركيز المولار لأيونات الهيدروكسيل السالبة للماء. فلهذا يعني حاصل ضربهم يساوي 1 في 10 أس ناقص 14. فهنا عندنا سؤال يقول ما هو تركيز ايونات الهيدروجين مولاري طبعا لمحلول عند التركيز المولاري لايونات الهيدروكسيل يساوي 4.2 في 10 اس ناقص 5، يعني هذا تركيز ايونات الهيدروكسيل. انت هذا هو القانون، نعطيك هذه يريد هذا، يعني بالتاكيد منتهى البساطه هذا هنا راح تجيب هذا بالمقام وتصير عمليه قسمه بسيطه. فواحد في 10 اس ناقص 14 مقسومه على 4.2 في 10 أس ناقص 5، يطلع التركيز المولاري لأيونات الهيدروجين من هذا القانون، هذا اللي هو ثابت الحاصل الماء كي دبليو بالضبط. نعم ووتر كونستانت. هسه هنا هذه مجموعة من الأربعة أسئلة، هذه واجب بيتي أنت تتمرن عليها وهذه الإجابة. اوكي لا اريد مثلا تحسب البي اتش لهذا المحلول مال اتش سي ال لان او اتش، هنا نريد تحسب هاي قيمه البي اتش، نريد تركيز الهيدروجين، هنا نعطيك البي او اتش تحسب شنو، اريد تحسب البي او اتش عفوا. اذا كانت البي اتش هذه حلوه هذه الاسئله. هسه هنا عندنا سؤال الخامس يقول وات از، ما هو تركيز ايونات الهيدروجين of هذا التركيز مولاري المحلول NaOH. يريد تحسب تركيز ايونات الهيدروجين. اوكي فهسه تركيز ايونات الهيدروكسيل هذه OH لانه قاعدة قوية تتأين في محاليلها المائية تأين تام، يعني هذا يمثل تركيز ايونات الهيدروكسيل. او كتبت هنا زين، احنا مو قلنا تركيز ايونات الهيدروكسيل شي يساوي واحد على تركيز عفوا التركيز الهيدروجين 1 في 10 اس ناقص 14 مقسوم على تركيز المولاري لايونات الهيدروكسيل اللي هو 1.6 في 10 اس ناقص 9، تقسمها هذه يطلع يصير موجب تطرحها راح يطلع عندنا 6.3 في 10 اس ناقص 6 مولاري، تطبيق مباشر. هذا السؤال الخامس. السؤال السادس يريد تحسب تركيز ايونات الهيدروجين الموجبة وتركيز ايونات الهيدروكسيل السالبة والـ pOH. إذا علمت أن المحلول قيمة الـ pH مالته 3.67%، هذا يريد ثلاث مطاليب، تركيز ايونات الهيدروجين والهيدروكسيل والـ pOH. إذا كانت هذه الـ pH باوع، هسه بما أن عندنا قانون الـ pH زائد الـ pOH يساوي لنا 14، فالـ pOH تساوي 14 ناقص الـ pH، هذه قيمة الـ pH 3.67 يساوي 10.33، هاي الـ pOH. أوكي إذا طلعنا هسه شنو؟ الـ pOH بقى تركيز الهيدروكسيل والهيدروجين، أيونات الهيدروجين. تركيز أيونات الهيدروجين الموجبة قلنا مو شي يساوي؟ يساوي 10 أس ناقص الـ pH، بس الـ pH هاي 3 معناها 10 أس ناقص 3 بوينت، وقلنا بالحاسبة نطلعها تطلع 2.14 في 10 أس ناقص 4 مولاري، طلعنا تركيز أيونات الهيدروجين. إيش بقى؟ تركيز الهيدروكسيل، أيونات الهيدروكسيل. أيونات الهيدروكسيل شو تساوي؟ 10 أس 1 في 10 أس ناقص 14 تقسمها على هذا تركيز أيونات الهيدروجين. أها راح تطلع
4.68 في 10 ناقص 11. اوكي، فيقول هنا هل ان هذا المحلول هو حامض قاعده له متعادل؟ بعد اذا هو البي اتش بنعطيه معلومه هو اقل من 7، فشنو المحلول؟ طبعا شنو؟ حامضي. اوكي، لما نريد نحسب قيمه البي اتش عندنا عده طرق، من عندها ورق اللتموس بلو لتموس بيبر، بلو لتموس بيبر هذا الازرق يتحول الى احمر اذا كان الوسط حامضي. شوف هذا البلو يتحول الى احمر بالوسط الحامضي، زين، والاحمر يتحول الى الريد، يتحول الى ازرق بالوسط القاعدي. اكو نوع روله هاي يصير وبها هذا الشريط، ونعطيك هنا الالوان وجوها القيم مالت البي اتش، يعني هذه نوع اخر حسب اللون. وعدنا يقول البي اتش ميتر، يقول البي اتش ميتر نستعمل ايضا، وعدنا الدلائل ايضا انديكيتورز مثل الفينول فالين اللي راح نستخدمها يعني ان شاء الله يعني بالامثله الجايه المواضيع القادمه راح نتعرف على الدليل وتعريفه وتاثيره وشون يشتغل. عندنا الاجهزه اللي نقيس بها قيمه البي اتش، عندنا هذا جهاز نسميه البي اتش ميتر، شوف بي بروب ينحط بالمحلول وهاي القراءه تطلع ديجيتال، واضح. وعندنا هذا البورتابل يعني بيدك تشيله ايضا يقرا قيمه البي اتش، تحقيق مو بس قيمه البي اتش، بي اتش ودرجه الحراره وكذا، بس احنا اللي يهمنا قيمه البي اتش، يعني تحطها بالمحلول ينطيك القيمه.